اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى هذا العدد الجديد من ديما سبور. مواضيع عديده ومتعدده نحكيو فيها في حصتنا الليله ان شاء الله. اكيد البدايه باش تكون مع الترجي التونسي وترشحه لنهائي كاس رابطه الابطال الافريقيه. احداث العنف الكبيره اللي صارت في ملعب رادس وصور حصريه لاحداث العنف تشاهدوها معنا الليله ان شاء الله. مباراه النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي، النجم الساحلي تحول غدوه ان شاء الله للمغرب. اجتماع رؤساء الانديه اليوم العشيه برئيس الجامعه التونسيه ومسؤول الجامعه التونسيه لكره القدم، هل ستوقف نشاط البطوله ام لا؟ نجم المتلوي الى حد الان دون ملعب، الاسباب نعرف علاش نجم متلوي ملعب نجم متلوي مازال ما حضرش لتوا. ثم تقديم للجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى جانب عديد المواضيع الأخرى نطرقولها الليلة إن شاء الله. صحبة ضيوفنا الكابتن خالد حسني، مرحبا. مرحبا بكم بالحضور وبالسادة المشاهدين. أنيس العياري، مرحبا. مرحبا محمد علي بالحضور والسادة المشاهدين. أنيس بن مين، مرحبا بك. مرحبا بك دلي، مرحبا للأولاد والحضور معنا والمشاهدين الكل. عربي وسلاتي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك دلي ومرحبا بالناس اللي يتفرجوا فينا الكل. بعد دقائق يلتحق بنا رامي الجريدي حارس الترجي الرياضي التونسي، وايضا في الجزء الثاني بعد من الحصه ان شاء الله يلتحق بنا السيد نسيم الرويسي عن نقابات وحدات التدخل، وايضا سيف الله الهمامي عن مجموعات الترجي الرياضي التونسي. لكن البدايه كما العاده وكما اتعودت مع صور وتعاليق، والصوره الاولى جينا ليلة من بلجيكا للاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني التونسي فابيان كاميو، لاعب المنتخب الوطني التونسي اللي يوقع ايقافه والسبب فساد رياضي. أنيس بن ميمة، عندك عليهم فكره على الموضوع هذا؟ الناس كلها عندها فكره. أنيس نرجع لك. برا أنيس برا. شوف، تعرف في اوروبا معناتها لي زيليمون الوسائل التوقي من هذه الامور نتاع توسكي فساد معناتها في ولا تبييض اموال ولا رشوه ولا غيرها، لاحظنا اللي برشا حتى توانسه معناتها كم لاعبين للاسف وقعوا في الفخ هذايا، وشفنا معناتها عديد التتبعات صارت في الباريس سبورتيف ولا في الامور هذه نتاع تلاعب. قضايا كبيره، قضايا كبيره بطبيعه الحال. دونك في اوروبا معناتها الميكانيزم هذوما معناتها فيهم ريغور كبيره، هذاك علاش ما يتعدى حتى حد، والناس اللي تستسهل الامور هذايا تقع في اللي يقع فيه كاميو وغيره من اللاعبين. نتمنى على الاقل كتونسي نقول انه الابحاث تؤدي لانه ما عندوش مسؤوليه باش ما تتشوهش. هو اول ملاعبي توا في بلجيكا اللي توقع باش ما تتشوهش صوره رياضيين تونسي، خاطر وقتها ما عادش باش يحكيوا على كاميو الحامل جنسيه فرنسيه ولا غيرها، باش يحكيوا على اللاعب التونسي او البلجيكي ولا الفرنسي من اصل تونسي ويرجعوا للتوانسه بطبيعه الحال، ويأثر على كل اللاعبين اللي يحملوا الجنسيه التونسيه. ولو ان القضيه هذه راهي قضيه شملت اوروبا الكل، 220 شرطي وعملوا كيفاش نقولوا دي ديسانت، فهمت، دي ريد بليتو بالعربي شو نقولوا، دي ريد في الليل معناها، مشاو رؤساء انديه، مشاو كذا رؤساء انديه كبار، مشاو هذا واحد نعرف شو اسمه، هذا نسيت اسمه، انا من اكبر لي ماناجير في اوروبا اصله ايراني. دونك فما تلاعب بالنتائج، لا شبكه كبيره نتاع تلاعب بالنتائج، هو يقول لك هو وفلوس كبيره اسوسياسيون دو مالفيتور دو بلانشيمون دارجون. دونك ولو انا معني عندي راي اخر، معني مش معني اذا هو شو اسمه ذا كاميو معني متهم، اخي توانسه كل متهمين، لا هما التعاطي الاعلام الاوروبي يقول لك تونس ذكروا مش في تونس بركة، حتى لوكاكو يقول لك انا وقت اللي نعدي مقابله باهيه صحيح، يقولوا معناتها اللاعب البلجيكي وقت نعدي وقت ما نكونش فيه في فورما نكون البلجيكي من اصل انغولي معناتها. دونك هما ديما التعاطي الاعلامي غاديك على اساس ديما ايدان التوسكي عربي ولا توسكي معناتها عنده اصول افريقيه، وهو فرانكو تونيزيا. هاني قلت لك وقت واش يولي ميتون الاول فرنسا تزام ايطاليا واضح. الصورة الثانية تجينا من ملعب رادس البارح بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي وبريميرا دي أغوستو الأنغولي، صورة مؤلمة بصراحة. وكما قلت بعد باش نرجعوا نحكيوا على أحداث الشغب الكبيرة اللي شهدها ملعب رادس البارح بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي، باش يلتحق بنا كما قلت رامي جريدي ونسيم الرويسي عن نقابات وحدات التدخل، وأيضا سلف الله بن مفتاح عن مجموعات الترجي الرياضي التونسي. عارف شنو رايك في الصوره؟ بون الحقيقه كان ما فماش مدارج ما كناش نتوقعوا ولا نتخيلوا تكون هذه في مباراه كره قدم، يعني الحقيقه نتمنى ان ندخل ثانيه ولا زوج ثواني في مخ الشاب هذا شنو يخمم وقت اللي حب يرد الفعل بالطريقه هذه، ما معاون امن
يعني صوره خطيره برشا محمد علي، وتكشف النفق المظلم اللي دخلته الرياضه التونسيه. هذاك علاش حبينا نبداو بها، لانه صوره صحيح. دارت برشا في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعني لاخطر محمد علي اللي طفل كاشف وجهه، ومعناه قاعد في لقطه قاعد يتحدى في مؤسسه الدوله، يتحدى في وجهه في مريول معناتها. لا معناه كانت على الاقل في وقت من الاوقات في مرحله من المراحل اللي ضمن الجماعه اللي في مريول يعني واحد كاقولي معناتها فما تعمد وفما سابقيه اصرار كما يقولوا. يعني اليوم اللقطات اللي شفناها هذه نتاع واحد يجري ولا العنف نتاع واحد حب يعمل بلبله في وسط التيران، ان شاء الله نلقاو حل النزيف هذا، لانه المشكله في العنف محمد علي زين العنف زين العنف. لا معناتها المشكله في الصور هذه ولا تقريبا شبه عنف بالنسبه لنا شبه منظم، معناتها انه ما يصير كان في الفيراج صار وقت اللي ليسبيرونس ربحت 3-2 معناتها كان على ناقص معناتها بونتو باش تحقق الترشح في وقت يدور لي بعد 70 ولا 75 دقيقه، معناتها مازال شويه وقت المفروض الجمهور اللي نحكيو بمنطق الجمهور وقت كان المفروض يدز ورا جمعيته ويلبوس الماكسيموم باش يدز على الملاعبيه ويقف معاهم باش ينجموا يسجلوا الهدف الرابع. في الوقت هذاك بالذات وقت 2-1 وقت 2-1 وقت عادي. لا 3-2 وقتها انا وقت وراه المشاهد هذه وقت اللعبه 3-2. دونك كي تشوف المشاهد هذه معناتها ناس ما عندها حتى درايه لا بواقع المباراة ولا بتشجيع الترجي، ما عندها حتى علاقة لا بتشجيع ولا وقت، خاطر أكثر وقت كانت الجمعية مستحقة فيه الجمهور هو فك الوقت هذاك نتاع 10 و15 دقيقة الأخرانيين اللي كان ملازمها بونتو باش تمركي باش تترشح معناتها. دونك هذا سوكي معناتها اللي يوريك اللي الناس هذه خارج المنظومة الكروية تماما وما عندهم حتى تبرير ولا تقول لي الترا ولا تقول لي صحيح راجعين شيء معناتها يخرجك من التفكير العادي معناتها نتاع اي عبد ينجم يكون موجود. راجعين للموضوع هذا باش نعطيو اكثر وقت طبعا في الجزء الثاني من الحصه، لكن في البدايات نمشيو للمباراه، نرجعوا للمباراه مع احلام نواش امين بن احمد حسام غرات وامير الزيتوني. صار البارح في استاد رادس بداية من الساعة 6:23 دقيقة سيبقى أبد الظهر علامة فارقة في تاريخ عمره اليوم قريب 100 سنة، ستتناقله الأجيال كما تناقلت إلياذة هوميروس وإلا إنياذة فيرجيل. صحيح التعبير مبالغ، أما وقت اللي جمعية تقبل هدف التعادل في دقيقة 63 بعد غلطة الجريدي على كوفران بوكومبي وتحط ساق خارج المسابقة الأفريقية وتلقى وراها قرابة 40,000 حمجرة باش تدز قشعريه الماتش مازال ما بداش، ما تنجم تكون كاني بوبي. قبل ما نوصل لدقيقة 63 الماتش بدا وترجي لازم مركز زوز بونتو أكثر من بريميرو دو أغوستو باش ينجم يترشح للنهائي. جيرالدو في الدقيقة الثامنة زاد صعب المهمة تسجيله الهدف الأول للضيوف، أما الجهة اللي صار المكشخة عملت اللي عليها من أجل تعديل المسار. البليلي في الدقيقة 15 يجيب بينالتي ويعدل بها النتيجة. بعدها ب 11 دقيقة أنيس البدري يتلاعب كامل الجهة اليسرى للدفاع ويحط الكرة في طبق على راس محمد يعقوبي اللي سجل الثاني ويرجع الترجي على بعد هدف من وصول النهائي. بونتو هرب على المكشخة في بقية البريمير ميتا على الأقل في مناسبتين واضحين، الأولى على مخالفة يوسف البليلي في 33 والثانية سنتيمترات على القائم من كوم في الدقيقة 42. دوزيام ميتا بدات الترجي كما فات الاولى والبونتو بدا يسخن، وفي دقيقه 54 كره غيلان ما تبعدش برشا على الشبكه، وفي الوقت اللي انتظرنا فيه الهدف الثالث وصلنا لدقيقه الفارقه في المباراه جمهور الترجي ما خلاش جمعيته تهبط يديها. كسمبول للسهريه ابن النادي هيثم الجويني في دقيقه 73 هو اللي رجع الامل بعد خدمه كبيره من سيراح الدربالي على اليمين. بعدها بعشرة دقائق رامي جريدي في خطة ريجيسور يحط الكرة في العمق، ديفياسون بالراس من جويني، أنيس البدري يتبع يمضي على الهابي اند لأولاد معين الشعباني اللي عرف كيفاش يتعامل مع مباراته الأولى من الكاليبر هذايا في كاريره جديد. أه
رجعنا في المباراه كما قلت قوه شخصيه كبيره وعزيمه من اللاعبين، كما معناها شفنا الكره اللي قاعدين نلعبوا فيها والفرص اللي ضاعت ما استحقوش باش ما نترشحوش للنهائي. الحمد لله معناها فانت كونت الجروب هذه معناها الميريت باش تكون في الفينال. سيتي اون فيكتوار دو جروب، معناها تشوف معناها نشكروا سي خالد بالمناسبه معناها على الفور اللي عملوا معنا، واليوم تشوف معناها الفورس دان توتا الجروب، معناها اداره، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، جوهرات، جمهور بيان سور، معناها هذاك الاولاني. شفنا جرينتا كبيره من اللاعبيه، جرينتا كبيره من الجمهور، خلتنا نرجعوا في المباراه هذايا، الحمد لله كاليفيكاسيون ميريتي. راجعين بعد نشاهدوا ايضا فيتيير خاص بكل كواليس المباراه، جماهير الترجي التونسي وكل الكواليس اللي احاطت بالمباراه. كما قلت نبدا معاك انيس، لاعبي الترجي قال لك مباراه جرينتا، مباراه قلب، مباراه قوه شخصيه نتاع اللاعبيه، وهذا الواقع هذا اللي صار البارح في الميدان. البارح يذولي ليسبيرونس لعبت كونتر اون ايكيب اتليتيك، ايكيب محترمه برشا خاصه تمتلك يعني لاعبين دو كاليتي سيرتو سو لو بلان فيزيك، ملاعبين فيزيكمون يعني قلقوا الترجي، لكن الحاجه الباهيه انه الترجي في نهار كبير جاي سيرتو سو لو بلان فيزيك. هذه الحاجه يلزمنا ناكدوا ان الترجي البارح فيزيكمون نجم يجري 90 دقيقه. بون البريمير ميتون ال 45 دقيقه الاولى كانت ممتازه على جميع المستويات محمد علي، سو لو بلان تكنيك رغم قبول الهدف اكيد فوق. اكيد سو لو بلان تكنيك سو لو بلان تكتيك الترجي يظل غايب علينا عنده مده ما ريناهوش يمشي اكثر القدام بالاجريسيفيتي هذيك، الفرص والاهداف تصور الترجي راهو غايب سو لو بلان اوفنسيف. البارح نلقاو اربع اهداف، نلقاو افيكاس برشا، الترجي نجح على جميع المستويات. شوط اول كان ناجح، لكن شوط ثاني هو اللي كان نقولوا شوط القرحه، شوط الجرينتا، الاجريسيفيتي، ومن بعد نقولوا شوط المدربين. كي نقولوا شوط المدربين نقولوا معين الشعباني، معين الشعباني الى ريوسي بالحق نجح البارح، نجح في اللي كوتشينغ نتاعو، نجح في التعامل نتاع المباراه وقراءته للمباراه، وخاصه وقت اللي يزمو يخرج اليعقوبي، خرج اليعقوبي دخل كوليبالي، من بعد اصبح يلعب زوز وسط ميدان دفاع اللي هما الشعليلي وفرانكوم ولا سعد بقير كوموريجيسور، حافظ على البدري وحافظ على البلايلي وزاد الجويني بلاصه تخنيسي. يعني لهنا القراءه نتاع معين الشعباني كانت ناجحه 100%. الترجي الرياضي التونسي للامانه البارح كي تلقى ظهير يمين وظهير يسار من طراز عالي كيما بن محمد وكيما سامح الدربيلي اللي عملوا مباراه كبيره، هم اللي وقفوا نقطة قوة نتاع المنتخب الفريق الأنغولي هذا. الفريق الأنغولي هذا يمتلك لاعب رواق ولاعب رواق يمين ولاعب رواق يسار من طراز عالي، خاصة جيلارد وبوكامبا ملاعبيه يعني سريعين، ملاعبيه أتليتيك، ملاعبيه يحبوا الأن كونتران، يحبوا المساحات. لكن البارح رينا دربيلي ريت بن محمد إيزون في معناتها الزوز عملوا فور كبير برشا على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي. فرونشمون الترجي نجح على جميع المستويات، لكن اللي عجبني في كل مرة الترجي يقبل ريت شخصية جديدة نتاع ملعبية البارح، ريت الترجي، ريت ثوب جديد، ريت روح أخرى. معناتها عندي مدة ممكن ما ريتش الترجي رغم الأخطاء اللي صارت، أكيد ثم نقائص في الترجي التونسي، لكن الإيجابيات أكثر من السلبيات. لهنا الترجي نجم يبني على المباراة هذه، خاصة يستنى فيه نهائي يظل يلعب بطولة الجمعة هذه كونتر نادي حمام الأنف، تحضير للنهائي. لكن الترجي نتصور ربح عديد الأشياء وخاصة عودة البلالي للفورما، البدري البارح يظل أنديس أنه باش يرجع في المستوى نتاعو. نتصور الترجي البارح ماتش كومبلي، خاصة النوى بالدور الكبير نتاع سامح الدربالي بن محمد، وخاصة في دخول جويني. جويني اليوم يظهر سيتاناتو يحارب به الترجي في الماتشات القادمين إن شاء الله. كابتن، قوة شخصية كبيرة للترجي التونسي، بلعبية الترجي التونسي، وحسن تعامل مع السيناريوهات الصعيبة اللي لقى فيها الترجي روحه، يقبل هدف مبكر ثم وقت يرجع متفوق 2-1 يعاود يقبل هدف التعادل، لكن الملاعبية قاعدوا مأمنين بقدرتهم على ترشح، وهذا اللي صار في الأخر. معناها باختصار كلامك صحيح أن الترجي عرف كيفاش قات النجاعة في لحظات الشك. أتونسيون، خاطر 84 دقيقة الترجي خارج الشامبيونز ليغ. أتونسيون، انا اليوم ما نمشي نتكلم لا تكتيك لا بلوك لا حد شيء، ولكن انا اريد بهذه المناسبه اعيد الاعتبار ونذكر الناس فما اركان وعوامل تكميليه للفوز، الا وهي مبادئ اللي نسيناها على الميادين نتاعنا، الا وهي الحماس، التضحيه، العرق، كوا دوتر كتبت شوي، العزيمه، الثقه في النفس، المعاناه للسوفرانس،
وألام، وخاصة المغالبة الذاتية على الشك. بارح الترجي في كل هدف يدخل لها سير فيها شك، بقدرة الله يتبدل الشك إلى أمل. هذا هو أنا الخلاصة نتاعي تاع الترجي تاع الماتش البارح، خاطر عندنا مدة ما عشناه سيت ايموسيون، خاطر با في الشامبيونان نتاعنا يعني فيه مشي فات بني لبن. مرة ذي هذه مباراة كأس إقصائية ولا رمزية كبيرة، ألا وهي رمزية المئوية. هنا فما ضغط كبير على الترجي، فما الضغط التاريخي واحد، اثنين ضغط التأهل، ثلاثة بالنسبة لازم نقول الحق بالنسبة للهيئة فما ضغط وضغط مضاعف. لماذا؟ لأن أفك الارتباط مع خالد بن يحيى في هذا التوقيت زاد، فما ضغط على ضغط النتيجة، كل هذه العوامل معناها شكل الضغط كبير. وهذا السبب. نزيدوا حاجة أخرى، وقت قلت لك أنا تعاتي مع اللحظات الحرجة، اللحظات الحرجة احنا قلنا الهدف بثلاثة، تتصور أنت في السيناريو سجل لك 7 دقائق هدف، الملاعبي عنده وليت له مشكلة، 3 أهداف 20 دقيقة يعمل لي 3 تيار 2-1 بعديش 2-2 يدخل الشك، بعديش جات فازة انت الهدف اللي ملغي. احنا تكلموا على المباراة. دونك كل هذه العوامل والسيناريو بقص عليك لحظه بقى ايها رجع لك فقط يعني. نستقبل رامي الجريدي، ها التحق بنا في البلاتو رامي الجريدي حارس الترجي التونسي. مرحبا بك رامي، مرحبا. ونرجع لك كابتن، تواصل الفكره نتاعك. علاش المباريات هذيا داكوردو تكتيك تو الترجي وكذا امور عندهم تبارك الله خبره وعندهم كذا، ولكن في حاجه الى عامل وركن تكميلي لهذا، هو الركن الذهني المعنوي الرجولي خلينا نقولوا، فهمتي؟ امبارح كانوا في المستوى بالرغم تقلبات المباراه، كما قلت كل 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 فتره من المباراه ما تقوليش يدخل الشك، لعبنا كره ونعرف، ولكن في 5-6 دقائق يرجع الامل. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى خلينا نقولوا انا البارح رجل المباراه هو كوم، كما في الجيش فما الكليرور، هو شو يقولوا الكشاف، هو الذي مهد وعبد طريق النهائي، اعطى مثال واعطى طاقه واعطى مش اقول لك معناه كان هو اللي دور مورال هو كوم. والبارح الترجي عنده حظ كبير لقات كوم، فك الحاله ذيك الفنيه البدنيه المعنويه الذهنيه، سلويكيا سيتي لو لوكوموتيف هز الفريق. فهمتي؟ هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى نرحبوا برامي، تو بعدش نتكلم على رامي، تو نتكلم على رامي. معناها انا اللي ريت اكون اول مره رامي ميسيرش تو دخلت هكا حارس المرمى، وانت تعرف اكبر مسؤوليه في النادي هو الحارس، وانت تعرف. كابتن خلينا نحكيوا مع المباراه شويه وبعد نرجعوا له للمسؤوليه الحارس في النادي. هاي نرجعوا له بعد مسؤوليه الحارس في النادي. مرحبا بك رامي مره اخرى. حكينا لهنا قبل ما توصل بحثين على عزيمه كبيره من لعبيه الترجي، مباراه جرين تحكي الاولاد، مباراه حب مريول، ومباراه قال الكابتن ما تخللكمش الشك فيها رغم السيناريوهات الصعيبه اللي تعديتوا بها. ساعة مرحبا بكم ومرحبا بالحضور وبالمتفرجين. مباراة كبيرة صحيح، معناها ما كانتش سهلة، أنا المنافس كان فريق محترم جدا. يمكن حاجة اللي كنا خايفين منها أنك كي باش تمركي كيفاش تلعب التالي، فهمت؟ أهم حاجة معناها باش ما تتعريش التالي. دونك الاولاد كانوا بيان ديسيدي، حتى يا اخي قبلتوا قبل ما تمركيو. وي هذيك كما قال الكابتن، معناها هذيك مجريات المقابله، قبلنا على هدف الناس كل شافته معناها في التلفزه اللي هو كان على اثر تسلل، فما اورجو وفما فوت علي انا بعد ما تلعبت الكوره، فهمت؟ وهذه الظاهره معناها، فهمت؟ لكن الاولاد وراوا معناها فورس دو كاركتير كبيره برشا، وراوا عزيمه كبيره برشا، وراو حب الانتصار، وراو حب المريول، والحمد لله معناها بعد 6 سنين اليوم الترجي في النهائي، وعكس ما قاعد يتقال معناها بار ميريت، اونيتي خير من الادفيرسير برشا زاده، سورتو لي بلون، الادفيرسير معناها لعب استغل اخطائنا، وعادي معناها في ماتش كيما هكا معناها بصير فيه اخطاء، لكن الحمد لله قلت لك معناها الترجي عائله، الترجي فريق كنا يد واحده. كما قال الكابتن كوم هز الجروب، انا نقول فما اكثر من كوم هزوا الجروب البارح،
ما نحبش نسمي باش فهمت، فما برشا ملاعبيه البارح معناها لقيناهم حاضرين كما يلزم والحمد لله هزينا بعض. عربي بينا نحب نكمل مع رامي صحيح اللي قبل كل شيء لازم نحطوا الفريقين الزوز في الميزان. الترجي هذا التونسي ممكن صعبت عليه المهمه بعد مباراه الذهاب، لكنه على الورق اقوى ياسر من الفريق الانغولي. صحيح البارح لعبنا تحت ضغط كبير، ضغط الرهان، تعرف اللي الترجي عنده مده يحب يوصل للمباراه النهائيه. اليوم فما عوامل اللي حكى عليهم الكابتن، يلزم نقولوا اللي فما زاد توفيق عنده دور كبير باش يوصل الترجي للمباراه النهائيه. فما جزئيات صنعت الفارق البارح في المباراه، كانت صعيبه وصعيبه على كل المستويات. ممكن حتى فنيا نسخه الترجي نتاع عمناول هي افضل من النسخه الحاليه، لكن الترجي ممكن استفاد من الاخطاء اللي وقع فيها عمناول. الترجي مشى اكثر بثبات، عرف الامكانيات اللي عنده، ليزا طولي عنده، حاول يبني باش يترشح ويمشي لبعيد. اللي حبيت نقوله اللي البارح فما جزئيات صغيره هي اللي صنعت الملحمه نتاع الترجي، لانه البارح فما جمهور كبير. صحيح بدينا الحلقه بصور كانت ما تمتش ممكن للرياضه بسيله نتاع بعض الافراد راجعين، باش تحكيو على جمهور الترجي، لكن جمهور الترجي دز برشا مع الملاعبيه. فما ملاعبيه كانت سورتيانا عطات اكثر من طاقتها، كيف كيف فما مدرب عرف يتعامل مع المباريات، مع المباريات الصعيبه هذه. لانه حكينا قبل على معين الشعباني، معين الشعباني بخلاف حتى التاش تكتيك نتاعو هو مدرب شخصيته قويه، معناها حتى في تصريحاته يعرف يتكلم، يعرف حتى يمتص الضغط نتاع الاعلاميين ونتاع حتى نتاع الجماهير. البارح 60 دقيقه لاعب تخرج طه ياسين الخنيسي اللي هو تحب ولا تكره افضل، يبقى افضل مهاجم في الترجي في مباراه انت ما عندكش ورقه الترشح فيها، لهنا تسمى مجازفه كبيره من مدرب اللي يلعب لاول مره مباراه رسميه ليه كمدرب اول، مباراه مصيريه كشخيل الكل يستناو فيها باش تترشح. ونقول الكابتن قال نتاع المئويه هو عين الشعباني صحح للناس، ماهيش هذه راهي ربيت الابطال نتاع المئويه، ربيت الابطال نتاع عام الجاي ان شاء الله باش يكون في المئويه. ماذا بينا الترجي يوصل للبوديوم ويهز التيتر. نقرا انا الترجي هي مش هذه قالها معين الشعباني باش يخفف الضغط عليه، لانه كما قلت لك يعرف كيفاش يتواصل مع المحيط نتاعو. حاجه اخرى نحب نقولها في المباراه هذه، لأني يمكن نعرف رامي برشا، انا فرحت للترشح نتاع الترجي وفرحت برشا للترجي ترشح، لانه لا قدر الله لو الانسحاب البارح كان فيها نتيجه هذيك ممكن رامي باش يهز الفاتوره وحده. لانه تعرف انا انت تقريبا تابع في رامي مده سنوات، ما صعيب كان رامي يغلط لك يعمل لك دو فوت كبار في ماتش. البارح مصرين انت والكابتن بشير مع رامي على الاخطاء بالعكس، خاطر تعرف علاش ما تقلقش؟ هو بيدو راه واعر، هو بيدو ما حبينا نحكيو معاه شويه على المباراه، علاش ما تقلقش؟ بالعكس معناها هذا الكريتيك اللي يهزك الفوق، فهمت؟ خاطر انا سمعت الكابتن ونسمع معناها خويا عربي، دونك نسمعهم كي نعمل حاجه باهيه يقولوا راي حاجه باهيه، فهمتني؟ معناها الكريتيك نتاعهم بالعكس راني نقبله وباش نحاول نصلح روحي، وهذاك الانسان ما نجم يقدم كان هكاك، فهمت؟ مانيش انا مانيش اليوم في مرحله راني متكامل، ما زلت مانيش متكامل، فهمت؟ ان شاء الله نهار نوصلوا نكونوا متكاملين، لكن الكريتيك هذايا نحبه خاطر هذا اللي صلحني، فهمت؟ وكما قلت لك معناها هذا كريتيك للكوره مش للشخص، مش للشخص. بارك الله فيك، صح. خاطر انا سمعتهم قبل قالوا علي حاجه باهيه، دونك اليوم ما يقلقنيش نسمعهم يقولوا راهو هكا وهكا. باهي نرجعوا للاخطاء، اي حابوا يحكيوا على الاخطاء ولكن اي انيس الاخطاء نتاع رامي ما يلزمناش نساو ربيت الابطال الموسم الفارط، جول ليفربول في فينال شامبيونز ليغ. يعني ليفربول دومين لو ماتش وكانت نجم تكون بيزو موا معناتها قريبه للتيتر، وغلطت الحارس ومن بعد الجمهور كامل صفق عليه ليس نفس العقليه ولا البلد ولا الملعب ولا لا 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 لا, 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 لا لانه فكره عربي صحيحه 100%. لو كان لا قدر الله ما ترشحش مش يكون اول كبش في ايديه او في صوره الربح يتحمل المسؤوليه هو رامي الجلدي. حتى في صوره الربح باقي عنده معناها الامور، يعني شو يقولوا الناس والحق هو بيدو مستعرف الاخطاء اللي قام بهم عمره ما قام بهم، نعرف عمره ما قام بهم، واعطى دوز اسيست عمل ديفو دو مان اللي عمرك ما عملته. شوف كابتن باش نبداو واضحين، الهدف الثاني على المخالفه، فهمتني؟ كانت مخالفه معناها صعيبه برشا، وكانت كره معناها ريت الحيط معناها كي تحط مير يزمو مير ما تعديش كره لا تحتك لا فوقك لا حتى شيء. بون تعديت وخلطت لي هابطه، ما خلطتليش في الهواء، خلطت لي هابطه. بون لقيت صعوبات صحيح، لكن هكا هو ذاك اللي كتب، فهمتني؟ فما الكره الثانيه اللي العباد معناها وقفت عليها وقالوا ما فماش مخالفه، نرجع نشوفوا الصوره. فما اولا مخالفه على غيلان اللي الاربيتر زفر قبل ما تاخذ الهدف الملغى، الهدف الملغى تنجم تراجعوه وتشوفوه الناس كل، فهمتني؟ ثانيا خويا
شوف انت تشوف الدخان هذايا وش صار معناها من بعد في الفيراج وتشوفني من بعد في البونتو الرابع الناس تقول يبكي قالوا دموع الفرحة، دموع الفرحة بعد ما زفر الاربيتر دموع الغاز دموع الغاز اي ودوز اسيست البارح حرام الناس شافوا الحمد لله الاغلاط ما شافوش لي اسيست الثالث والرابع خرجوا من ساقي وفات وفات باش نحكي على الرابع الاكثرية على الرابع خاطر اصريت انك انت تلعب الكرة انا في اون اونتونت معناها انا وهيثم في الكرة التوالة ذوما نعرف وين يحب الكرة ونعرفوا ما يحبهاش معناها في راسه نعرفوا يحبها في الاسباس باش يمشي يجري لها وكهو الحمد لله دونك مشات دراستها وكل شيء انت باش تعرف تعرف داخليا اللي قمت باخطاء وهذا حاجه الباهي اوكي ولكن توا وتعرف انت الحارس هو مسكن وحده أيه. اللي سوليتير وقت يعمل خطا ما فهمش شكون باش يغطي عليه اريير ولا حاجه البوفر هو اسمه حارس المرمى لو سول جوور يقولوا له حارس هو حارس المرمى معناه عز معناه اقل حاجه معناه اون بيكاش ولكن خلينا تعديت الامور هذه ويعطيهم الصحه للملاعبيه اتونسيون خاطر كي نحط انا روحي في بلاصتهم عمرهم ما كانوا يتوقعوا السيناريوهات الكل الا السيناريو تاع رامي جاء في جاء في نهار تاع شك شو دخل دخل في الشك وقت تدخل في الشك هو يعرف كي تدخل في الشك القراءه نتاعك تولي غير سليمه ثانيا الريفلكس تاعك غير سليم والتبسمون الكل وانا ريته في التلفزيون مش هو معناها الحمد لله كمل الماتش كما قلت الحمد لله معناها الترجي ولكن توا ناحيه هذا كل هذا سي لو باسي انا نتمنى انك تتغلب على الامور الذهنيه تبعات الامور الذهنيه والامور اللي صارت البارح في المستقبل خاطر بور سو ريليفي فو دي لا فيريتي كاب بور سو ريليفي فو اتر سوليد مورالمون فوالا سي دو انا تصور كما جيت سوليد مورالمون ما كانش يكون معانا تعرفني تعدي رامي اللي لهنا اي معناها هذاك شو راح نقول لك معناها سي دو بوزيتيف ان شاء الله شو انا كيف بدا كريتيك اتونسيون البارح اخطا اخطا كابتن في دومي فينال شوف يفو دي لا فيريتي كما قلنا راهو رامي يستحق ليكيب ناسيونال وقلنا راهو احسن لاعب مش نحكي على الناحيه هذه مش نحكي هذاك هذاك واجبنا نقولوا الحق واجبنا مع ان انا ما ريتك مره ولا مرتين في حياتي الحق فهمتي دونك وقت باش نقولوا حق على ملاعبي زاد كيف كيف نفس الشيء وكا به تو نرجعوا نواصلوا الحديث راجعين باش نواصلوا الحديث عن المباراه انيس شادو كواليس المباراه مع امير الزيتون ذا العروه وامين بن احمد ونرجعوا نحكيوا اكثر عن مباراه الترجي غره اوغستو الانغولي احلى مليون سينا اليوم من صفاقس خويا يظهر لي ماتش السيزون هذا يسحق ديبلاسمون والله احنا كل ماتش نديبلاسيو راهو مش اول مره معنا من صفاقس ديما نديبلاسيو خويا ماتش اليوم ما زالناش النوم احنا منطرح لتوالا فهمتني وبحول الله عم نول ما زالناش السنه باش نزور ربيعه الابطال بحول الله أربعة بليش من اليوم بالشبورات ديما هكا صح واسمعني رانا جماعية الترويات صح رانا جماعية مناسبات صح قدرت ربي بحنا زوز سنة عملنا وضيعناه مع عيالي وسنة بحنا الروفانش بتاعنا في عملنا وسنة قدرت ربي الروح والدم نفتيها
عشناها ايامات هاي جايتك في الميه بدري ماتش هيستوريك الحمد لله انا غنيه سان ماتش تري ديفيزيل انا روسيا à marquer ce quatrième but. Vraiment un match compliqué. Alhamdoulilah, on a fait preuve de caractère. Et voilà, aujourd'hui on est en finale, on est très content, alhamdoulilah. Match tarihi. Jina hatayna kol qowa ta3na bach nerbhou. Rana onkisina alhamdoulilah. Kima nqoulou dirna confiance fi rouhna w nadou ta3al ta3 jomhour ta3na. Inchallah la finale inchallah. فوتبول بصفة عامة ديما الحاجة الباهية اللي فيه اللي هو عايش ديما مو كيما هكا الحمد لله اليوم نشكر الأولاد الكل معناها على الفورس دو كاركتير وعلى السوليداريتي معناها اللي كانت موجودة بالروح والدم ترجيلي نبغيها بالروح والدم ترجيلي نبغيها الحمد لله ما نتصورش كان أنا كنت حاضر اليوم الجولات اللي لعبت كل في الترجي جين ما نكونوا موجودين وديما نكونوا قراب للكيب والحمد لله ربي فينال كنت اتمنى روحك اليوم سور تيران بيان سور مي هاكم موجودين هما سي بون مقابله هذه للجمهور نتاعنا الحمد لله والوالده نتاعي الحمد لله ربي يرحمها خاطر وقت جبت لها الكوباراب وين نكلم يقول لي تعبه برشا انا مديت لها الكوب وهي فاقت وزدت 10 الله يرحمها ولهذا معناتها نهدي ونهدي للجمهور صراحة هو تعب وأنا تعبت حاج المد برئيس الترجي التونسي نيس في العادة ما يتكلمش بعد المباريات لكن تكلم اليوم يأكد قيمة المباراة هذية وشكر جمهور الترجي التونسي لأنه في مباراة كيما هذية يلزم تلقى وراك جمهور كبير وبأعداد كبيرة وهذا اللي صار في مباراة البارح بالنسبة للترجي شوف بطبيعة الحال حتى حد من اللي شاهدوا المقابلة وتفرجوا فيها ما ينكر دور الجمهور والأبور اللي جابوا جمهور الترجي معتها في وسط المقابلة وشفناه معتها كيفاش معتها صعيب باش تلقى جمعية معتها تاخو بونتو في الدقائق الأولى متاع المقابلة ومعتها وقتها ما زالوا ثلاثة أهداف ترجع 2-1 تعاود تاخو بونتو آخر معناتها في وسط معتها في الديبيو متاع الدوزيام ميتا وقت ما زالوا له زوز اهداف والوقت عمال يضيق تعرف كل ما تقرب المقابله للنهايه كل ما ضيقت هذايا اللي فسر حجم البريسيون اللي كانت على الملاعبيه لكن البريسيون هذه تنحات بك القوه نتاع الجمهور قوه الدفع قوه التشجيع قوه الاصرار انه ايمان بالملاعبيه نتاعو انهم ينجموا يرجعوا في المقابله ويجيبوا المقابله بطبيعه الحال هذاك الكل معناتها كان ريكومبونسي معناتها في وسط البارتي والفريق شفناه كيفاش نجم معناتها يخلط ويماركي معناتها الاربع بونتوات باش نجم يترشح حتى حد ما ينكر اللي بالنسبه لسيد حمد المدب حلم معناتها الشامبيونز ليج اكثر هدف يطمح له معناتها الترجي تجاوزت مرحله انها تفوز بالبطوله وان البطوله تاع تونس ترضيها لكن تشوف معناتها يخدموا يراو في الناس الكل رغم الضغوطات رغم باركور صعيب نتاع الترجي في المرحله تاع الشامبيونز ليج منذ المقابلات الاولى حاجه اخرى انا الحقيقه اكثر حاجه معناتها حبيت الترجي تربح عليها هو الكتفل اللي من القاسرين سفيان السعيدي اللي قال كلمه قال انا احسن نهار في حياتي كي دخلت للترجي وكي دخلت البارك الترجي معناتها تشوف الطفل يعيش الفقر يعيش التهميش يعيش كل شيء ما هو به معناتها تقريبا ما انسان ما عنده رغم صغر سنه ما عنده حتى حاجه تعطيه الامل في الحياه في البلاد هذه صوف الترجي اللي وقت شفناه اول تصويره خرجت معناتها على الفيسبوك كان موجود في قهوه من بعيد ما نجمش حتى يكون قريب ولا يقعد في طاوله ولا يقعد في كرسي مع تدوم خرج من القرايه امه كانت متحير عليه وكان الترجي رد له الحب هذايا والباسيون هذه اللي عنده بالترجي انه استدعاه ليت المقابله ووعدوه الملاعبيه انه باش ينتصروا مع من بين الحاجات على خاطر هو باش على الاقل يحاول ينسك الوضع الاجتماعي المزري اللي يعيش فيه والحقيقه فرحته هو خلتني انا نتمنى الانتصار للترجي رامي الدفع نتاع الجمهور البارح خليكم تتجاوزوا بعض لحظات الشك اللي كان يمكن تمروا بها في المباراة ذو السيناريوهات الصعيبة اللي عشتوها صحيح الناس كل تعرف اللي ترجي عندها جمهورها اللي هو يمثل قاعدة معناها كبيرة برشا مش اليوم جمهور ترجي مش نحكي عليه هنا أنا جيت البارح في الأيامات نعرفوا عندي قديش كنت واحد منهم فهمتني نعرف شنو حب الجمهور هذايا لجمعيته احنا كملاعبيه كنا حاسين بالمسؤوليه وان غرون برافو للبوبليك هذا اللي تعرف معناها ديما من اول مباراه لاخرها
يدزوا ورا جمعيته وسيرتو في الماتش هذا معنا أمن أمن اللي احنا النجم نتعداو والحمد لله. نعاود نقولها معناها غرون برافو للولاد الكل والميريت يرجع للناس كل معناها اللي كان موجود واللي مش موجود، إطار فني، رئيس نادي سي حمدي، جوارات، ستاف، بريباراتور، جمهور، ناس كل، يوسف فهمت كان معانا دونك الحمد لله. سي خالد بيان سور احنا قلنا الخدمه هذيا معناها كونتينيتي نتاع خدمه نتاع سي خالد فهمت، وديجا معناها فما ملاعبيه قالوا يلزمنا نجيبوا للفينال باش نهديوا لسي خالد زاد. بارك الله فيك على الصوره المعبره تاع سي حمدي، كي قلت لك فما راهو الضغط الكل تاع المباراه هو على رئيس النادي. نعرف انا شو نقول على رئيس النادي، وخاصة وأعيد وأكرر القرار اللي خذاه في تايمينغ خايب دمي فينال يغير المدرب معناها. وحاجة أخرى تو سي حمدي فاز بكأس الواحد، ولكن الحالة الصورة ذيك المعبرة ياسر فهمتني، خرجك الضغط حجم الضغط معناها في 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 حجم التأثر في حجم الإيموسيون بقى. شو نقولوا بارك الله فيكم الكل، خاطر زاد سي خالد بن يحيى له مساهمه في بلوغ الترجي النهائي. بارك الله فيكم الملاعبيه، وهذا انتم في فريق كبير ونادي كبير، والسلوك نتاعكم نحو المدرب السابق فهو كبير، وشكرا ومبروك للترجي. واضح. نمشيو توا مع واحد من حكيت عليه انيس من الاول، قلت واحد من افضل اللاعبين البارح في المباراه، سامح الدربالي قدم مباراه كبيره. كيفاش حكي عن المباراة تقريبا بعد 24 ساعة من المباراة، سامح الدربالي في حوار مع زميلي سفيان الوش. الواحد بقى في مخه الفرحة وقت اللي زفر الاربيتر معنا نهاية المقابلة، والفرحة الكبيرة متاع الملعبية ومتاع الجمهور ومتاع ستاف تكنيك ومتاع المسؤولين متاعنا. تبقى فرحة جات بعد فجعتين كليناهم في الماتش بصراحة، معنا فجعة الأولى كانت في اللونتام وقت اللي داخلين في مخاخنا باش نماركوا هدف، نقبلوا هدف في وقت خايب. الفجعة الثانية في الهدف الثاني اللي قبلناه معنا في الشوط الثاني وفي وقت خايب برشا. أما الحمد لله كنا مأمنين برواحنا، مأمنين بإمكانياتنا، كنا خير من المنافس على كل الوجهات، وما كناش نستحقوا أن نوصلوا حتى للدقائق هذيك باش نترشحوا للنهائي. الهدف الأول يتقبل، أما الهدف الثاني معنا في الوقت هذاك يلزم تكون عندك قوة شخصية كبيرة، يلزم تكون عندك هدوء كبير في التيران باش تنجم ترجع في مقابله وتسجل زوز اهداف في نصف نهائي كرابيط الابطال. حتى وحدك تحسبها تقول في العشر دقائق الاولى كان نوصل نسجل الهدف الثالث، معنا في عشر دقائق اخرين نجم نسجل الهدف الرابع. ما عدا زين الجمهور نتاعنا اللي بصراحه مشكورين برشا، اللي بقاو يدزوا معنا الدقيقه 90 رغم صعوبه الماموريه بعد الهدف الثاني. بينا وبين رواحنا كنا نعرفوا شنو هي الامكانيات نتاعنا، كره انصفتنا وكما قلت لك كنا روح واحده ويد واحده. العائلة الترجية كل البارح وقفت رجل واحد الحمد لله. الفريق المنافس يعمل في الماركاج انديفيديوال، معنا كل واحد يتبع صاحبه الاخر، ما تنجم تحلهم كان بليزابيل اللي يجيو من تالي. ديما يدخل انيس للوسط ونتعدى في الظهر، معنا ديما فما ليزباس، خاطر الماركاج انديفيديوال تنجم بالكورس الادفيرسير المباشر نتاعك تنجم تغلبه بالكورس. كنا نطلع معنا بانتظام، اذا طلع ايمن نبقى في الكوفرتور، اذا طلعت انا يبقى ايمن في الكوفرتور. الحمد لله يظهر على مجمل المقابله نجحنا. الواحد كي يجيب على سته سبعه طلعات يجيب ثلاثه كور ولا يعمل تروا سونتراج فيها بونت ويتسمى معنا ريوسيت كبيره. كي خذيت الكوره ريت ساعد اللي طلب كوره في البريمير بوتو، سعد كان ذكي برشا معنا، شاف اللي هي صعيبه عليه عمل فانت من غير ما مسك الكره، والحمد لله يا ربي
هيثم كان حاضر وكان في البلاصه اللي يلزمه يكون فيها وتسجل الهدف. خدمه جماعيه. رجل اليوم في الفينال قراس جواريات ستاف تكنيك نتاعها، المسؤولين نتاعها، وخاصه الجمهور الكبير اللي كان معنا البارح في ملعب رادس. من اول ماتش كان كونتر الفريق الموريتاني، ترجي داخل باش تلعب على لقب، ماناش داخلين باش نشاركوا يعني للمشاركه برك. عندنا الامكانيات الكل، ما ناقصنا حتى شيء، ان شاء الله الكره تنصفنا كما انصفتنا في المباريات اللي قبل. صحيح الاهلي ازحنا السنه اللي فاتت معنا وكنا افضل منه وكنا خير منه على كل الوجهات. ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب، نخدموا نحضروا ماتشنا كما يلزم، نلعبوا بنفس الروح ونفس الجرينتا ونكونوا ابليكي وكونسونتري، ما نخافوا كان من روحنا بصراحه معنا، اذا نكونوا حاضرين كما يلزم ما يخوفنا حتى فريق، وتبقى ديما هذيك ربي اذا حبك باش تهز التيتر ان شاء الله تهزه. نجي معاك انيس، صحيح الترجي انتصر البارح، صحيح الترجي ترشح، لكن ايضا فما عديد الاخطاء في الترجي التونسي اللي يلزم يداركها ويتلافاها في باقي المشوار في الدور النهائي في الاهلي المصري. بيان سور البارح بون بالنسبه للشوط الاول الترجي التونسي عمل ميتون اكسبسيونيل، عندي مودة ما ريش الترجي سور لو بلون اوفونسيف ولا سور لو بلون ديفونسيف. ما ننساوش حاجه محمد علي، انه البارح الترجي لعب كونتر اون ايكيب اتليتيك، معناتها ايكيب فيزيكمون حاضره يجريوا برشا، وخاصة يستغلوا نقاط القوة نتاعهم اللي هي الأروقة، وين موجود بوكومبا وجيلاردو، هذوما زوج ملاعبية رابيد. لكن حسن حظ الترجي أنه بن محمد الدربيري فرونشمون عملوا ماتش كبير، وليسونسيال أنهم فيزيكمون حاضرين. علاش؟ خاطر باش تنجم توفق ما بين الدور الدفاع والهجوم صعيب برشا، بور أنا رير لاتيرال ممكن أو الكابتن يعرف، وفي أن ماتش شوك في برشا حسابات كل تلعب حسابها. البارح اللي عجبني في ليزاري لاتيروم تاع الترجي التونسي انهم لي زابيل نتاعهم كل صحاح، جامي ريت بن محمد مشي وقت اللي كوره ميتة وسايب بلاست، وشاك فوا الكوره مي خويا لما يبدا سيور. سامح الدربيلي البارح اللي تي بيرفكت الحق، اونيتمون تبعته من الدفاع للهجوم. بن محمد زاد ربح لي دويال نتاعو كل، خاصه في الشوط الاول شاد جيلاردو با مال دو فوا يمشي ان كونتر ويربح لي دويال نتاعو. الترجي البارح اكتشفت لا فورس دو كاركتير، أنا نحبهم الماتشات هذوما وكنت ملاعبي ونعشقهم برشا. علاش؟ يأكدوا كل ملاعب شنو هي الخصال نتاعو، يوريو شخصية الملاعبي. نحب الملاعب اللي عنده دو كاركتير، معناتها يبدا عنده كاركتير قوي يسيرتو في المواعيد الكبيرة هذوما. أنا سامح الدربي اللي ممكن يلقى برشا نقد من برشا نقد يعني في المباريات تاع الشامبيونا، في الشامبيونز ليغ، في الكوبا راب، ديما يتسبلوا لين سامح الدربي، تسب سامح وبعد تسب الآخرين. وسامح الدربي اللي في المواعيد الكبيرة ديما موجود. هذيك تاكد لي انه الملاعب هذا الى ان فورس دو كاركتير، عنده شخصيه قويه، وهذوما الملاعبين اللي يدزوا اصحابهم. البارح لي زيرير لاتيرو معناتها عملوا ماتش كبير برشا، سورتو لي بلون. حاجه اخرى مهمه ومهمه برشا يلزمني ننوه بها اللي العمل نتاع معين الشعباني، تعرف كابتن البارح احنا نقولوا شوط المدربين شوط ثاني. راهو يا انيس في هذه انا راني مانيش ممكن لا انا احترم رايك احترم. لا ممكن تعلق، لا علاش اقول انا شوط المدربين هذه، علاش انا قلتها؟ التعامل نتاع المدرب مع نتيجه معينه ولا مع اداء فريقه. البارح الاداء نوعا ما الترجي مر بدي بريود دو دو با، ريزولتا ماشيه معاك مش ماشيه معاك، ليك لي كوتشينغ نتاع معين كيفاش تفاعل مع المباراه. سي با فاسيل، اول مباراه المباراة كبيرة برشا، الرهان كبير اللي هو نصف نهائي رابطة الأبطال، باش نجم تخرج اليعقوبي وترجع كوليبالي ما صارتش ممكن مع سي خالد، صارت مع معين، ربح دو شونجمون في شونجمون، عمل شونجمون ربح معناتها ربح بدو شونجمون، وغير الرسم التكتيك الكل، ولا يلعب 4-2 دو بيفو اللي هما الشعلالي وفرانك كوم، ودز سعد بقير كوم ريجيسور، ولا يوصل بخمسة وستة ليكيب ادفيرس. حاجة مهمة برشا، لكن اليوم أيمن بن محمد الملاعب هذايا فرونشمون أنا كنت رير جوش عشقت الملاعب هذايا، وأنا خمم غدوة في المنتخب نتاعنا. عندك تروا كاليبر كبار برشا، الحدادي كونفيرمي في ديجون، معلول في 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 الأهلي، وبن محمد اليوم يلزم ياخذوا حق معناتها ياخذوا حقه، ويلزم الإطار الفني زاد يخمم فيه. علاش؟ التاي الصغير هذيك راهي المشكلة مش في التاي، طيب في القلب القلب. علاش؟ خاطر الملاعب اللي ما عندوش قلب بيان سور اون بلوس تكنيكمون إلي فور، فيزيكمون إلي فور، التايمينغ نتاعو صحيح، ذكي، وخاصة في اللي كوفرتور دياغونال ديما تلقاه. شو أنيس علي سامحني، النوه بالعمل اللي قام به معين الشعباني، فودي لا فيريتي، تاخذ مباراة هكاكا في الحجم هذاك
في الأهمية ذيك، في الجمهور ذاك، في اللحظة لحظة فارقة في التاريخ الترجي التونسي التونسيان، ونجح. ولكن ونجح زاد في التغييرات داخل الملعب، تصير التغييرات خارج دخل خارج ودخل. الوضعية اللي جات للترجي ما عاشهاش خالد بن يحيى، خاطر كان عاشها بتيتر يدوري، ما هو ذكى مش خرج، خاطر وقتها تطور السكور النتيجة هو الذي أجبر، خاطر يقول لك احنا عندنا تصور كان نكونوا دو دو كان نكونوا دو زان مش ندخل ونعمل، يكون راهو حذر في هذا الموضوع يكون بحذايا توا يقول لك رامي صحيح ولا لونترونوتي تعرف يقول لهم باغ اكزومبل دو زان دو دو راهو مش مبدل تولي كوليبالي انت غادي ومش نلعب بثلاثة ونلعب كذا، فهمت؟ تبقى انا شو نقول باش بايجاز، انا راني ما كنتش كلمه كابتن باش نرجع لي باش عندي 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 ملاحظه باش نشوف الرامي عاد باش ماليوش فيسا فيسا راهو البارح الترجي التونسي على المستوى البدني عمل ايفور كبير برشا، لازمناش نقولوا كان الاطار الفني اليوم سر البلان تكنيك، لازمنا نقولوا سر البلان فيزيك محمد علي انه الاطار البدني والمعد البدني نتاع الترجي التونسي قام بالواجب. انا عندي ملاحظه على هذا الشوط الثاني والشوط الاول، مدرب يتصرف في المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه، المدرب يشتغل من يوم الاثنين يوم الاحد واضح. معناها الشوط الثاني المدربين وفي ماتش كوب يا سيدي فما برولونغاسيون يعيطوا لواحد اخر برولونغاسيون اللي نحكي عليك فهمتني خلينا نرجع مع رامي يحكي لنا على الفتره ملي خذا معين الشعباني الترجي التونسي شنو تغير بالضبط في الترجي مع معين الشعباني. راني نيس قص عليك محمد علي رامي معنا ما نلزمش نعدي الفرصه اللي بطبيعه الحال البارح نزدت له بنوته دونك فكيتها فكيتها دونك فرصه نبارك له وبيها ان شاء الله ربي يبارك له فيها. شو اسمه صعيب شويه لسه كابتن عليه صعيب شويه ها نسيت اري ناس قبلوه في البلديه خاطر مشكل راه قبلوه ولا وتعرف ان شاء الله ان شاء الله مبروك رامي ان شاء الله تربى فيك حتى كما قبلوش تو نقبلوه ان شاء الله يبارك فيك يا نيس يبارك فيكم ان شاء الله. والله بالحق معناها انا سي معين نعرفه معناها كي كان مدرب في نادي حمام لمف فهمت ما زلت كي جيت معناها وتعرفت عليه في الخدمه خاطر احنا قبل لعبنا من بعضنا معناها في الترجي كي خذا الفريق تحسه يليتي كالم على الاخر معناها تحسه ما نعرفش كانه عنده مده يراني في الترجي كانترونور كبريمي انترونور البريسيون اللي باش تجي على الملاعبيه ما ريتش بريسيون حتى في حملين في كانك هيك امتص تحسه معناها الضغط كل يمتص فيه هو. وخلينا نقولوا اول واحد كان ممن اللي احنا باش نتعداو هو سي معين ستاف كامل معناها عارفوا كيفاش حاضر المباراه من ناحيه الفيزيوناج من ناحيه الخدمه اللي حضرناها شنو خدمنا الناس كل كانت معناها ركزنا على حاجات معينة والحمد لله معناها الحاجات المعينة اللي ركزنا عليهم كل نجحوا في المباراة والميريت يرجع بيان سور للستاف تكنيك كامل اللي حط الخدمة وللملاعبية اللي طبقوا. واحد من الملاعبية اللي عاشوا تتويج الترجي التونسي في كأس ربيعة الأبطال الإفريقية وجدي بوعسي كيفاش تفرج في المباراة مع زميلي شكيب الخويلدي أحلمنا واش هشام بن يعني.